بسم الله الرحمن الرحيم. شبابنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في عامنا الدراسي الجديد وفي صفنا الإلكتروني المتعلق بمادة طاقة الرياح، والتي هي شق من الطاقة المتجددة 2. وفي هذه المحاضرة سنتداول أساسيات الطاقة التي تعد امتدادا لما تداولتموه في المرحلة الثالثة، ولتشكل حلقة وصل بما تمتلكونه من المعلومات الأساسية عن هذا الموضوع وما نصب إليه في هذا المنهاج من المادة الجديدة. بدءا، يتعين المرور على نبذة تاريخية عن طاقة الرياح، وهي أنه جهود الإنسان منذ زمن بعيد ومنذ قرون عديدة بدأت لتحصيل طاقة الرياح وتوظيفها للخدمات، من ضمنها السفن الشراعية والزوارق، وهذه هي التي بدأت باستخدام الطاقة من طاقة الرياح. أضف إلى ذلك أنه يشاع على أنه حمورابي، بعض المصادر تفيد إلى أنه حمورابي هو أول من أوعز وسخر لاستخدام طاقة الرياح لمشروع الري في القرن 17، ومن ثم تلته محاولات في بلاد فارس، ومن أخيرا وصلت هذه التقانات إلى أوروبا بدولها إسبانيا وألمانيا و دول عديدة أخرى. طبعا ما توصف به طاقة الرياح بأنه هي أسرع أنواع الطاقة المتجددة الأخرى نموا بالعالم بالوقت الحاضر، بما في ذلك الطاقة الشمسية حقيقة، ووضعت لها بصمة في السنوات الأخيرة، وبدت تزداد الإنتاجية مالها، وحتى أنه يعني الدراسات تشير إلى أنه مع نهاية عام 2020 أنه الإنتاج مالها قد يوصل إلى 1,200,000 ميجاوات، وهذه حقيقة تعد مساهمة كبيرة في إشراك طاقة الرياح بتوليد الطلب. في هذا الكونتور أو المخطط الكونتوري أيضا، يعني يلاحظ بأنه أكثر الدول استخداما طاقة الرياح هي أوروبا، دول أوروبا، وهذا حقيقة يعني يتأتى من منسوب سرعة الرياح في هذه المناطق. يعني مو كل الدول تمتلك منسوب رياح عالي، ولهذا يعني احنا نعرف بأنه استخدام الطاقة يعتمد على احصائيات اللي تتعلق بحسابات السرعة اللي هي العامل الأساس في توليد طاقة الرياح او استخلاص الطاقة الميكانيكية من طاقة الرياح. ايضا تقسم التقانات، لأنه حقيقة نحن نعرف بأن الويند انرجي تقسم على أنه هي ريسورس، ومن ثم سيستمز ممكن تكون اللي هي المنظومات اللي تكون مكتملة، كان يكون منظومات ضخمية، منظومات تحلية، منظومات توليد كهرباء، كل هاي تعد منظومات. وهنا يتعين أنه تحتاج إلى تقانات، تكنولوجيز. التكنولوجيز هي الويند توربينز ذم سيلف، ويمكن تصنيفها إلى الأشكال التالية. الشكل الأول اللي هو الهورزنتال أكسس ويند توربين، واللي يتواجد بواقع يعني تو ريجيمز، اللي هي الفاست ريجيمز اللي تكون بها الريش القليلة، ريش التوربينات قليلة، والسلو ريجيم اللي هي الويند ميلز. حقيقة هو هذا الفرق اللي يتعين أن نعرفه أيضا، أنه الفرق بين الويند ميلز والويند توربينز، أنه الويند ميل
عادة رأسا يتبادر إلى ذهنك، يجب أن يتبادر إلى ذهنك أنه تستخدم لسحب المياه وطحن الحبوب بسرعة واطئة. أما إذا كانت ريش قليلة فهذا يعني أنه يعني متجه باتجاه توليد الطاقة لكل الاستخدامات بما في ذلك توليد الطاقة الكهربائية. النوع الثاني هو الفيرتيكال أكسس وين توربان. من أقول فيرتيكال أكسس وين توربان أقصد به أنه هو يعني توربين المحور يكون عمودي على الأرض اللي يدور حول التوربين، بينما بالهورزنتال يكون موازي هناك، يعني مثل مبدأ المروحة خلينا نقول إذا صح التعبير. والفيرتيكال أكسس وين توربان تنقسم إلى قسمين نسبت إلى أسماء العالمين العلماء الذين ابتكروا هذه التقنيات. فداريوس ابتكر الأنواع اللي تعمل بالرفع يعني ليفت تايب يسمونها داريوس، وهي تكون ريشها متمحورة حول محور العمودي. والنقطة النوع الثاني اللي هو سافينس أيضا هذا العالم اللي هو دراك تايب، يعني مبدأ شلون الشراع مثلا يرتطم به الهواء مبدأ الكبح وتتحقق الحركة، وبالتالي تتحول الحركة الطاقة الحركية إلى طاقة ميكانيكية. في نوع alternative ممكن نعتبره أنه المداخن الشمسية، أيضا نتيجة أنه تسخين الهواء راح يقل عندي منسوب الكثافة، وبالتالي أنه هاي الكثافة راح يصعد عندي الهواء باتجاه توربين ريفرس توربين، وهذا ممكن أيضا استغلالها لتوليد طاقة. فهذا ما يخص أنه إحنا حكينا على مسألة التوربينات. الآن أنه نعرف إحنا عرفنا أنه كيف أنه الهورزنتال أكسس وين توربان. طبعا بالمناسبة الهورزنتال أكسس وين توربان وبلغة المهندسين تختصر هاوت يعني، وكذلك بالنسبة للفيرتيكال أكسس وين توربينز فاوت يعني، حتى مستقبلا هاي المسميات تكون فاميليار بالنسبة لكم. طيب هذا الشكل يبين لي أنواع التوربينات يعني أنواع الهيكليات الموجودة المتاحة حقيقة للتوربينات، اللي على اليمين اللي هو الهورزنتال أكسس وين توربينز، واللي على اليسار هو الفيرتيكال أكسس وين توربينز، وهي هي الأشكال الموجودة. أيضا ممكن يكون الهورزنتال أكسس وين توربين اللي هو بهالترتيب ممكن يكون upwind أي أنه الريش متحدبة باتجاه الجريان، أو downwind أي أنه الريش متحدبة عكس اتجاه الجريان. والآن إحنا لطالما نتكلم عن الهورزنتال أكسس وين توربين علينا أن نتعرض إلى الأدفانتجز أند disadvantages أوف such توربينز. حقيقة أيضا أكو نقطة يجب أن ننتبه عليها، أنه إحنا فاتنا أن نذكر خصائص طاقة الرياح، هي معروفة للكل حقيقة. أولا هي طاقة رخيصة، هي من نتاجات الغير مباشرة الطاقة الشمسية، ممكن نضيفون على هاي النقاط. و it is environmentally clean source of energy، طبعا لا شك في ذلك، طاقة متجددة هي طاقة نظيفة. دوليوت مصدر ممتد وأيضا لا ينفد، وبياناتها حقيقة هم النقاط اللي تشخص على بياناتها غير يعني مخمنة مباشرة، ولهذا تلاحظ أنه النقطة اللي وراها أنه data available about its availability pattern around the day for different months of the year. يعني معناه شنو معناه؟ معناه أنه كثير من المؤسسات امتلكت محطات أنواع جوية بحيث أنه تسجل بشكل لحظي، شكل ساعوي، شكل يومي، شكل سنوي البيانات، وهذا اللي حقيقة من شأنها أن تعتمد لدى مهندسين التصميم في إعداد لأي مشروع. بالنسبة للهورزنتال أكسس وين توربان يعني أكو ألاحظ أنه أكو دمج بالتحويل إلى الباوربوينت، لكن هاي وسيلة التسجيل للفيديوهات واحدة من المعوقات حقيقة اللي نواجهها. الهورزنتال أكسس وين توربان حقيقة يتميز على أنه أكثر شيوعا من الفيرتيكال أكسس وين توربين. ليش يتميز؟ بكفاءته العالية مقارنة مع الفيرتيكال أكسس وين توربين، وأيضا يتميز بأنه يعني ممكن نصبه على ارتفاعات عالية، وبالتالي الاستفادة من فرق السرعة، لأنه نعرف كل ما صعدنا في ارتفاعات يعني متقدمة فاعتيادي راح نحصل على سرعة أفضل. زين
من مواصفات الهوريزونتال اكسل وين توربين انه اولا مثل ما اسلفنا انه كوفيشنت اوف بيرفورمانس اعلى من الفيرتيكال، وايضا كاباسيتي مالته عاليه، فلهذا جعلت منه اكثر شيء واحد فاريبل بيتش، انه يمكن الريش ان يعني توجه بشكل يكون محاكي لسرعه الرياح القادمه. 12 تاور طبعا هاي تفيد بانه هاي هاي وند سبيد، وحقيقه هاي نقطه قد تشكل ريسك يعني اضافيه من ديس ادفانتج. ليش؟ لان ال 12 تاور معناها تعني الكثير، راح نجيها لاحقا. ستدي انجل اوف اتاك انه يعني على التصميم تصميميا انه زاويه هجوم الهواء تكون يعني معده تصميميا، والسكيرنج اب اند وود فارمنج ار بيسبل، يعني انه نقدر نسوي حقول من هذه التوربينات. و يقال انه وزارة الكهرباء في النية انه تقدم على نصب حقل لتوربينات الريحية في المستقبل القريب. الديس ادفانتجز التول تاور اللي حكينا عنه حقيقة ايضا يمثل انه صعوبة بالنقل وصعوبة بالنصب، اضافة لانه راح تكون المين كومبوننتس انستولد ات توب اوف ذا باور، يعني معناها جنريتر فوق، الجير بوكس فوق، البريك فوق، الكنترول يعني اوتيلتيز فوق، فهي معناها تحتاج ايضا يحتاج الى يو كنترول، معناها يحتاج الى دفه يعني تحاول يرتطم به الهواء وتوجه التوربين باتجاه الرياح خاطر يصير استخلاص للطاقه. اما الفيرتيكال اكسس وين توربين حقيقه الفيرتيكال اكسس وين توربين الاكسس اوف روتيشن قلنا يكون فيرتيكال على عمود، طبعا هم له مميزات حقيقه حسنه، انه شنو من مميزات الحسن انه سمول سبورت ستراكشر، يعني ما تحتاج. ليش؟ لانه هو الروتر راح يكون موزع مباشره حول محور التدوير. النقطه الثانيه ايضا ما يحتاج يو كنترول. النقطه الثالثه انه الكومبوننتس موجوده قلنا عليها الشرنال اللي هي جنريتر والجير بوكس كلها موجوده بالارض، اذا يترتب عليها انه صيانتها اقل، هناك تترتب صيانات عاليه لانه تتصعد ارتفاعات شاهقه صعبه عمل. يترتب عليها خطورة ومخصصات إضافية. زين. أيضا ممكن تكون لديس أدفانتجز، بس قبل ما نروح لديس أدفانتجز أكو إضافة أنه النويز أقل مقارنة مع الهوريزونتال أكسس وين توربين، وتأخذ أدفانتج أوف هاي روند سبيد، يعني إذا وجدت في مكان معين بإمكانها أن تستغل الموجودة الريح الموجودة، إضافة أنه المساوئ مالها حقيقة هي سايكليك لود. ليش؟ لأنه الهيكل صار عبارة عن كتلة حول الشفت، فهذه يعني تقود إلى شيء من الـ يعني تعرض الإجهادات، وبالتالي راح يحصل عندنا فتيك فيلير وهم تعقيدات. ولو ويند سبيد دو تو شورت ستراكشر، يعني معناها شنو؟ توضع في مكانات بها رفنس، بها أبنية، بها شو اسمه، فما راح تتحقق السرعة العالية فتعتبر. وتحتاج أيضا نقطة مهمة فاتني أن أذكرها، أنه الهوريزونتال أكسس وين توربين ممكن بال 2.5 متر بير سكند ينهض، بالوقت اللي الفيرتيكال أكسس توربين يعني it needs more، يعني it around the velocity is around 5 متر بير سكند حتى تصعد. أعتقد لهنا يكتفي الجزء الأول من المحاضرة، ونستكملها في تسجيل ثاني.